تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا برعاية من مركز دكتور نيوتريشن. طبعا برنامجنا عبارة عن نافذة مفتوحة ما بين الهيئة وجمهور المتعاملين يعني التواصل معاكم، استقبال اقتراحاتكم ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير العمل الصحي والطبي في إمارة دبي. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وأيضا في الإخراج معنا المبدع دائما أيمن سرحيل. صباح الخير يا أيمن، صباحكم الله بالخير. مستمعينا اللي حاب يتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن موجودين لايف على إذاعة، على حساب إذاعة نور دبي، وأيضا على DHA_Dubai على الانستغرام، هذا الحساب الرسمي لهيئة الصحة بدبي في الانستغرام. أيضا مستمعينا أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. أيضا ما نبتدي حلقتنا اليوم بس ما ننوه أعزائي المستمعين عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الوظائف. طبعا هيئة الصحة بدبي تدعوكم لزيارة منصتها اليوم في معرض الإمارات للوظائف بداية من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء، ولمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري القاعة 6، حيث توجد منصتها تحت الرقم 6A1، وهذه المشاركة تأتي تحت شعار بكم نحقق مجتمع أكثر صحة وسعادة. والهيئة أيضا تدعو الذين عندهم يعني خبرات وكفاءات من المواطنين، يعني يمرون يتعرفون على ما يناسبهم من سلة الوظائف اللي طارحتنها في هذه المشاركة، واللي تعمل من خلال الهيئة على استقطاب نخبة من المواطنين والمواطنات لشغلها. فمرحبا بكم، يعني نتمنى إن شاء الله نشوف أكبر عدد منكم موجودين معانا في هيئة الصحة. اليوم نحن حلقتنا منخصصة بشكل كبير للحديث عن الوظائف، للحديث عن البرامج اللي تقدمها هيئة الصحة للمواطنين وللموظفين بشكل عام، وأيضا كيف ممكن تقدمون على الوظائف في هيئة الصحة. كل المواضيع اللي تخص الوظائف في هيئة الصحة نحن نتكلم عنها اليوم، ولكن قبل ذلك نذكر، لأن اليوم كذلك كانت تتحدث الأستاذة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات عن مشروع سلامة، فنود توجيه عناية السادة المتعاملين مع هيئة الصحة بدبي، يعني بالتحديد اللي عنده مراجعات طبية في مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وأيضا مركز البرش الصحي. لا تنسون يا جماعة الخير تجيبون معاكم الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية، وبطاقة التأمين الصحي إن وجدت. طبعا هذه البيانات ليش؟ لتسجيل هذه الوثائق، لتسجيل بياناتكم وربطكم بمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد. هذا الموضوع نحن نحتاجه لمرة واحدة، يعني الإجراء هذا إنك تجيب هذه الوثائق أو إبراز الهوية بهذا الشكل لمرة واحدة فقط. ليش؟ عشان موضوع وايد مهم
الواحد يحصل على الخدمات الطبية بإجراءات بسيطة جدا. أيضا الهيئة كذلك يعني تبغي من المتعاملين أنهم يتبعون الخطوات اللازمة للتسجيل في نظام سلامة، وأيضا تمكين منشآتنا الصحية اللي تعمل بهذا النظام المتطور من تقديم خدماتها الصحية المطلوبة لجميع المتعاملين على الوجه المرجو منه. يا جماعة الخير، اليوم يعني تكلمون عن نظام الحكومة صرفت عليه بشكل كبير، ليش؟ لأن هنالك فوائد كبيرة لهذا النظام، ما تتخيلون الفائدة الكبيرة اللي ممكن نحن نجنيها من هذا النظام. طيب نريد رقم الإعلانات حتى ننزل الإعلانات بالبرنامج. كيف أدفع مخالفة تأخير عدم التأمين؟ بيخبرونك كيف هم تدفعها، انزين، لأن في طريقة لتحصيل هذه المخالفات. ولكن يا أخي حرام ما أمنت، يعني هذه المخالفة روحها بقيمة التأمين. مرحبا أبو عمر، وعمر معنا في الاستوديو كان، جزاه الله خير. أيضا مستمعينا بقرأ رسائلكم اللي كلها يعني صباحات جميلة، لكن في دائما عندنا حد من المستمعين يسأل وين الدكتورة ندى؟ وين الدكتورة ندى يا أيمن؟ أقولكم وين؟ هي مشغولة؟ لا، ما عندها برنامج، هي مشغولة بمشروع سلامة لأنه في مركز البرشة، فإن شاء الله باكر وعدتنا أن تكون معانا، فنحن عاذرينها هاليومين لأن المشروع ضخم وفي وايد أشياء لازم تكون هي موجودة هناك على رأس العمل على أساس أن هي تقدر توافيكم بعد بخدمات أفضل. صباح الخير محمود، هذه مي الدوسري، صبحت الله بالخير. أيضا السلام عليكم، شو أندر التخصصات المطلوبة في الهيئة ونادرة التوفر بين المواطنين؟ هذا السؤال أنا بأجري لين بعد الفاصل. بعد الفاصل إن شاء الله بتكون معانا الأخت نورة المدفع اللي بتعطينا فكرة أشمل وأوضح عن كل الوظائف اللي موجودة. أيضا قبل أن نطلع فاصل، أيمن إذا في إمكان أن نحن ممكن نتكلم عن هذا الخبر الجميل جدا، يمكن بقرأ بس بتعرفون. يقول لك علماء يطورون حشوة أسنان خارقة. تمكن علماء روس من ميسيس ومراكز أبحاث روسية أخرى من إنشاء مواد متناهية الصغر تضاف إلى حشوة الأسنان، تمنع تطور التسوس وتحمي الأسنان من الميكروبات للأبد. يقول يعقوب كراسينكوف، هذا من اسمه يعني ما أدري عادة يعقوب ولا جيكوب، أظن جيكوب كراسينكوف اسمه، ها بالروسي تي. إنزين، كبير الأطباء في عيادة روز دينت. هذا التطور ثورة تكنولوجية في مجال الطب، في مجال طب الأسنان. المواد المضافة المضادة للجراثيم يمكن استخدامها كجزء من الحشوة وفي مواد طب الأسنان الأخرى أيضا، وقد تم استعمال هذه المادة بنجاح في عيادتنا في سبتمبر 2016، كما قامت مجموعة من الباحثين الروس بقيادة غريغوري فورلوف بدراسة خصائص الجسيمات النانونية، صغيرة جدا يعني، تتكون من أكاسيد التيتانيوم والحديد والزنك وبعض المعادن الأخرى. المهم التجارب أظهرت أن لأجريت من قبل الكيميائيين والأطباء أن هذه الجسيمات يمكنها قتل البكتيريا بنفس طريقة عمل المضادات الحيوية أو الإنزيمات التي يستخدمها الجسم لقتل الجراثيم. فرولوف اللي هو جيكوب فرولوف يقول إضافة هذه الجسيمات النانونية في حشوة الأسنان والمواد الأخرى يحل واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه جميع زوار عيادات الأسنان، وهي التسوس مكانها. يا الله، هذا الاختراع اللي صار، يا سلام، ما نفتك والله، والله ما نفتك، ما شاء الله. يعني أكثر واحد من أكثر المجالات اللي تتطور دائما في الطب هي علاجات الأسنان. الحين ما شاء الله ما تحصل حد إلا من ابتسم لك عطاك الابتسامة اللي بعد لو شوية ظلمة بتحصل شي ليت لابق زينون.
ما تمحد الحين، تبغي تشوف ابتسامة الشخص الطبيعية، نادر ما تحصل هذه الابتسامة الطبيعية. ما أدري شو رأيكم أنتم، هل هاي الابتسامة جيدة أن الواحد يسويها ولا لا؟ تغير من شخصية الإنسان ولا لا؟ تضيف له ولا تعطي نوع يعني مسحة أن تحس أن كل الناس اللي حواليك عندهم نفس الابتسامة وعندهم نفس الشكل؟ ما أدري. هي عادة أطباء الأسنان، دائما أطباء الأسنان ما ينصحون فيها وايد إلا عند الضرورة، لكن فيه أطباء ما شاء الله تجارة، الضرس على 2000 أظني، ما أدري على 3000، الله العالم. عموما لا، ابتسامة المشاهير مصطنعة، حد يقول النادرين، شو هذه النادرين؟ أنا من النادرين عيل. خبر حلو للمرضى بس مو حلو للدكاترة. لا والله حلو للدكاترة، بالعكس بيوفر عليهم وايد شغل. صباح الخير إن شاء الله بإذن الله عن الدكتورة ندى. سؤال بخصوص المبادرة لتوظيف الكوادر الوطنية، هل أبناء المواطنات من ضمنهم أم لا؟ هذا السؤال ما نجاوب عليه إن شاء الله. خلني أشوف نور دبي، سامحوني أنا شوية انشغلت عنكم بحساب هيئة الصحة. يقول وانت صادق مبزن. هي والله. عموما صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاصل مستمعين الكرام، بعد الفاصل ما نتواصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية مركز دكتور نيوتريشن. طبعا يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن الكثير من المواضيع، كنا نتكلم عن الابتسامة المصطنعة هذه، يعني مش مصطنعة، يعني ما منقول ابتسامة مصطنعة، ولكن هو أحد الحلول اللي تطرح في علاجات الأسنان. طيب تخصص علاجات الأسنان هذا تخصص يعني حتى استطاعت دولة الإمارات والهيئة أنها تحقق يعني نسبة كبيرة من التوطين فيها، يعني من ناحية الأطباء، ولكن تظل هنالك العديد من التخصصات التي يجب أن يعني نرى فيها الكوادر الإماراتية. والحمد لله يعني في تخصصات بعد كذلك نادرة شفنا فيها مواطنين مبدعين كذلك في هذه التخصصات. ولكن مستمعين الكرام، هيئة الصحة بدبي تشارك في الفترة من 9 وحتى 11 من أبريل الجاري بفعاليات معرض الإمارات للوظائف 2016 المقام حاليا بمركز دبي التجاري تحت الشعار بكم نحقق مجتمع أكثر صحة وسعادة. تأتي مشاركة الهيئة في المعرض ضمن خططها وبرامجها الاستراتيجية الرامية إلى تشجيع وجذب الكوادر الوطنية للقطاعات العاملة في الهيئة، وأيضا لجذبهم لمختلف مرافق الهيئة. نحن ما نتحدث عن هذه المشاركة وما نتحدث عن كافة التفاصيل الخاصة بالموارد البشرية بشكل عام، وبالتحديد في عملية التوظيف، معانا في الاستوديو الأخت نور المدفع رئيس شعبة التوظيف. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور محمود، أهلا وسهلا. طبعا نورة، قبل لا أدخل في الأسئلة اللي احنا عادينا، كانت في مجموعة كبيرة من الأسئلة عند الجمهور. واحد من الأسئلة كان في شخص يتحدث يقول شو أندر التخصصات المطلوبة في الهيئة ونادرة التوفر بين المواطنين، شو من بينها يعني؟ يعني الصراحة نحن في هيئة صحة دبي عارفين طبيعة التخصصات اللي عندنا، يمكن إذا نتكلم عن وظائف الطبية، وظائف الطبية المساندة والوظائف التمريضية بالإضافة إلى الوظائف الإدارية، بس إذا بنتكلم عن التخصصات النادرة الحمد لله رب العالمين، هو اليوم نحن المواطنين موجودين عندنا، خصوصا إذا نتكلم اليوم عن مثلا عندك تخصص الأورام السرطانية، هو من التخصصات النادرة يعتبر، ونحن نتمنى أن هالأعداد تزيد مستقبلا. عندك مثل تخصصات جراحة الأعصاب، المواطنين موجودين اليوم، ولكن نحن نتمنى أن العدد كذلك يزيد في هذه التخصصات. أنا ذكرت كنت أتكلم عن أطباء الأسنان، كيف وضعهم؟
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأطباء الأسنان وبرامج من خلال برامج الإقامة عندنا عدد من المواطنين يدخلون لها البرامج وطبعا يتخرجون كأطباء، واليوم نحن نشوف منهم الأطباء الأخصائيين، الأطباء الاستشاريين موجودين عندنا في عياداتنا اليوم في عيادات الأسنان. زين، أنا بتكلم عن هذه البرامج بالتفصيل، ولكن في حد يسأل هنا السؤال بخصوص المبادرة لتوظيف الكوادر الوطنية، هل أبناء المواطنات من ضمنهم أم لا؟ وشكرا. أيوة، نحن اليوم عندنا في طبعا في موقع، سواء كان في موقع الهيئة أو عندنا بالنسبة لوظائف دبي اللي تم الإعلان عنها الحين في يعني قريبا اللي هو دبي كاريرز، يقدرون الكل يتفضلون ويقدمون عن طريق الموقع بالنسبة لي الوظائف اللي طارحينها من خلال هذا الموقع. في واحد يقول عقبالي يكون في الهيئة إن شاء الله. زين، أفضل علاج كانت تحدثون عن هذا عن الأسنان، صباح الصحة والسلامة. طيب سامحيني، أنا عادة بس أمشي على الأسئلة بشكل سريع، ما نرجع لأسئلتكم مستمعين الكرام. اليوم معرض الوظائف الفترة الصباحية للحرية من الساعة 1 الظهر، بيكون بالضبط بيكون للنساء من الصبح من الساعة 9 لين الساعة 1. زين، على معرض الوظائف، على طاري المعرض، خلينا نتكلم بداية عن مشاركة الهيئة في هذه الفعالية، شو اللي طارحينه في هذه المشاركة ووين موجودين، نذكرهم كذلك. أيوة، يمكن نفس ما قلت محمود، نحن مشاركين في معرض الإمارات للوظائف من 9 أبريل إلى 11 أبريل، كل يوم متواجدين من الساعة 9 إلى الساعة 6 مساء. طبعا نحن كهيئة صحة دبي مشاركين في منصتنا الخاصة اللي هي موجودة في قاعة رقم 6 في 6A1، يكون موجودين هناك، هاي منصتنا الخاصة للهيئة، ومشاركين كذلك مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اللي هي المنصة اللي هي ضامة معظم الدوائر الحكومية اللي أندر دبي جوفرمنت أو خلنا نقول تحت حكومة دبي، نحن مشاركين معهم هناك، فموجودين من خلال المنصتين. وعندنا طبعا عدد من الوظائف ينعرض. كم عدد الوظائف اللي عارضينها؟ عارضين 400 وظيفة موجودة، طبعا ما بين الوظائف الطبية، الوظائف الطبية المساندة، ووظائف التمريض، والوظائف الإدارية، وبالأخص خلنا نقول التخصصية. ومن خلال زيارتهم لمنصاتنا يقدرون يتعرفون أكثر على هذه الوظائف المعروضة إن شاء الله، ويشرحون لهم ويفسرون لهم أكثر عنها المتواجدين هناك. انزين، طيب يعني في دائما اتهامات تكون نورة للمشاركين في هذا المعرض، ان هذا مجرد ان مشاركة، انهم هم يراون الناس انهم يدعمون التوطين وغيره وكذا، ولكن فعليا هذه المسألة غير موجودة. هل ممكن تردين على هذا الادعاء بالنسبة لمشاركة هيئة الصحة بدبي؟ هل أنتم بالفعل تقومون بالتوظيف؟ كم عدد الناس اللي وظفتوه من المعارض السابقة على سبيل المثال؟ خلنا أقول لك عن تجربتنا في معارض التوظيف محمود. إذا نرجع ل 2015 شاركنا، طبعا نحن سنويا نشارك في المعرض هذا، حلو. في 2015 طبعا تقدموا الناس وداوموا عندنا عدد من المعنيين، سواء حتى يمكن انا اذكر واحد منهم كان في الموارد البشريه ويانا، استقطبناه من معرض التوظيف. في 2016 يوم شاركنا جبناهم معانا كمثال، في ناس كانت مداومه عندنا في المختبرات، في ناس في الصيدله، في ناس في الموارد البشريه، وغيرها من الوظائف طبعا اللي موجوده كانوا متواجدين معانا في 2016 ليكونون مثال واثبات على ان بالفعل نحن في هذا المعرض نستقطب الكوادر المواطنة اللي موجودة معنا، ولين اليوم هم موجودين معنا. في 2016 طبعا كان في توظيف فوري بعد، واستقطبنا فيه عدد من الكفاءات سواء كان للتعيين الفوري أو التعيين ما بعد المعرض. هي على طار التعيين الفوري، أنا كنت أشوفهم يا جماعة الخيريون ويعينونهم وكذا ويسوون الإجراءات كلها وبعدين يصفقون بالفعل. ويمكن من هالتخصصات واللي هو فرحنا وايد أنه كان في الوظائف الطبية المساندة، منها خلنا نقول كانت وظائف مختبرات، ويمكن في وظائف التغذية أيضا. مختبرات وأنا يالس أربعة عينتوهم، شفتوا. صح كلامك، يا وقعوا على عقود العمل هناك. فنحن هذا كان في 2016، فاليوم أنا أقدر أقول لك أن من ضمن عدد المواطنين اللي انضموا لهيئة صحة دبي في 2016 أكثر عن 10% كانوا من معارض التوظيف، وهذا اللي نسعى له أيضا هذه السنة إن شاء الله في 2017. طيب في وايد أسئلة والله أختي نورة، لكن قبل أطلع الفاصل بس بقرأ هذا السؤال يعني على من بني عروف، يقول
أتمنى زيادة توظيف أطباء الأسنان وذلك لتقليل فترات المواعيد. طيب أنا عندي هني يعني ردي على السؤال من ناحية الاتشار، وأنا عندي بس رد ثاني شوية تقني أكثر. لا أنا إن شاء الله أنا أتمناهم يجون هنا مواطنين ويزورونا في منصتنا ويجون ويقدمون على هذه الوظائف بصراحة. جميل. على موضوع الأسنان، الأسنان أعتقد جماعة الخير يعني الهيئة لغت المواعيد، مجرد ما أنك توصل لأي مركز صحي يقدم خدمات الأسنان تدخل على العيادة ضمن الدور واحد. اثنين، أنا هنا أبغي بس أشرح لكم شوية تجهيز عيادة أسنان. زين، تجهيز الفني ياخذ يعني متطلبات معينة، واحد. اثنين، أنتوا تعرفون ما بين كل مريض والثاني، أنتوا تحرون أن المريض طلع، شو اللي يصير؟ تصير عملية تعقيم كاملة لهذه الغرفة، ويصير فيها، لأن ما تخيلون كمية الجراثيم والفيروسات اللي ممكن تنتقل من مريض للآخر، فهذه الإجراءات الطبية وايد مهمة فتأخذ وقت كذلك. أيضا أتذكر في واحد من المواقف اللي صادفتني، أنه كان هنالك يعني واحد من الإخوان يكلمني يقول لي يا أخي محمود دحين أعطينا موعد بعد شهر لي شو اسمه جراحة، كانت مو بالنساير موعد عادي، لا كانت في 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 جراحة في السن، فبتصير يعني عملية جراحية كاملة، يعني مو بس جراحات عادية. فقال لي أعطوني الموعد عقب شهر، وترينا شهر، ولما سرنا الموعد ما طاعوا يسوون العملية حق الولد. قلت له يعني غريب، ليش؟ ما قالوا لك ليش؟ قال لي لا، ونحن ما أدري كذا، وأبغيهم يسوون العملية وما أدري إيش، وكلمهم لأن نحن شهر كامل نترية. قلت له مو مشكلة، أخذت الملف الطبي أستفسر عن الموضوع هذا. طلع الولد هو رايح في هذه العملية الجراحية، هذه العملية تحتاج بنج وتحتاج شغل يعني كبير، مثل عملية في الفك يعني، والله ما أتذكر شو اسمها. المهم الولد ساير في حمة زجام، والطبيب علشان يحافظ على صحة الولد ما طاع يسوي له هذه العملية، والأبو مصر أن الولد يسوي العملية عشان ما يبغي يترية الموعد اللي جاي. ليش؟ إذا سوى العملية الطبيب هذا ممكن الولد يموت لا سمح الله، يعني في احتمالية أن الولد يفقد حياته. فعشان شيء نحن شو نقول يا جماعة الخير، الواحد ينظر للمسال بأشكال أخرى، مو بس هي قضية موعد، لا في مسائل أخرى ممكن الواحد هذا. وأيضا بعد أحيانا الطبيب محتاج أنه يشرح هذا الشيء للعميل بشكل جيد. وإن شاء الله يعني أعتقد موضوع المواعيد نحن أنجزنا فيه بشكل كبير في هذا الموضوع. عموما أتمنى طب الأطفال في كل الإمارات، الأسنان، أتمنى طب الأسنان للأطفال في كل الإمارات. على طاري طب الأسنان بعد كذلك، سامحين أنا يسولف وايد لأن أيمن يقول لي بطلع فاصل، بعد الفاصل بنكمل سوالفنا في موضوع التشار مع الأستاذة نورة، فابقوا معنا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي في الانستغرام، وأيضا عبر حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai. أيضا مستمعينا اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. قبل الفاصل كانت معانا الدكتورة، إن شاء الله أنت دكتورة يا رب، إنزين، رئيس شعبة التوظيف في هيئة الصحة الأخت نورة المدفع. صبحت الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور أحمد. إنزين الحين نطلع مدير تتعادة. ويانا عبر الهاتف الأستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية. مرحبا أختي آمنة.
مرحبتين، هذا محمود حالك. نحن كنا نتمنى تكوني معنا بس أدري مشاغل الدوام والاجتماعات ما تخلص، لكن قلنا بس على الأقل نسمع صوتك عبر البرنامج. وكنا نتكلم يعني أخت نورة ما قصرت، عطتنا نبذة عامة عن هذه المشاركة وتحدثنا كذلك عن بعض المواضيع في الخاصة بمعرض الوظائف، ولكن هني أنا أبغى أتحدث عن بيئة العمل على مستوى هيئة الصحة اختيامنا. أبغى أعرف شو الشيء اللي ممكن أنا كطالب وظيفة يخليني أختار هيئة الصحة عن غيرها من الدوائر أني أنا أشتغل فيها. يكفي أنك أنت موجود يا أنا محمود. الله يسلمك. زين تفضلي خبري. ببتدي اول شيء بالهدف من نافع، اكيد يعني الاخت نورة غطت هذا الموضوع معاكم بدايه البرنامج. احنا في هيئه الصحه وقياده هيئه الصحه دعمنا بشكل كبير لمواطني دوله الامارات العربيه المتحده للانضمام لهيئه الصحه. عندنا عدد كبير من المبادرات، منها مشاركاتنا في المعارض، منها عندنا احنا طبعا مجموعه الوظائف الكلاسيفيكيشن لها وظائف اداريه والتمريض والطب وطب المثانه، ندعم فيها خطط التوظيف من خلال مشاركاتنا في المعارض هذه، ومن خلال بعد عندنا برنامج طب وعلوم لرعايه الطلبه من ثانويه خريجين الثانويه لدراسه الطب او العلوم الصحيه. كبيئه عمل اخوي محمود يعني ويانا طبعا شهادتك مجروحه، بس شغالين كإدارة موارد بشرية في العديد من المبادرات. عندنا مبادرة سيرتونين السعادة، هو عبارة عن برنامج ميثاق كامل للسعادة والإيجابية في هيئة الصحة في دبي، يتكون من 5 محاور رئيسية، حوالي 50 مبادرة فيه، تعزز بيئة العمل الإيجابية والسعادة، العدل والشفافية، تعزيز التواصل والصحة والوقاية للموظفين. عندنا برامج تحفيز وتكريم متوائمة بعد مع برنامج دبي الأداء الحكومي المتميز، يتم في تكريم الموظفين بناء على أدائهم وتميزهم في العمل. يمكن 15 واحد كان الحفل مال بكم نفتخر تحت رعاية رئيس الهيئة الشيخ حمدان بن راشد. هذا طبعا دليل كبير على دعم قيادتنا وإدارتنا العليا هنا لتحفيز وتكريم الموظفين المتميزين. بيئة العمل بشكل كبير بنقول بيئة عائلية نوعا ما، يعني تدخل الهيئة تحس عمرك أنت ما بين أهلك، ما تحس عمرك غريب، جو من الألفة الحمد لله، يعني الولاء الوظيفي يعني موجود بشكل كبير في الموظفين. طبيعة الحال نحن عشان يعني الدولة تخرج طبيب واحد ياخذ كم سنة تقريبا 8 سنوات دراسة لين 12 سنة مع الخبرة. صح ولا؟ دراسة مستمرة أخوي محمود ما توقف. إنزين فعشان شيء يعني وهم أصلا عملة نادر على مستوى العالم يعني اختيامنا، يعني أنتوا عندكم تحدي أكبر بالنسبة لكم من الإدارات الموارد البشرية الأخرى. صحيح. لأن احنا عشان بس تعزيز دراسات الموظفين عندنا طبعا برنامج الانترنز اللي هم اطباء الامتياز من اخر سنه دراسيه عندهم لازم يكون يدربون فيها، فهاي عندنا اداره مختصه بالتعليم الطبي في الهيئه نظرا لاهميه الموضوع. عندنا بلس عندنا موظفين الاقامه من يخلص دراسه الطب يدخل في برامج ذي الاقامه تخصصيه يتخرج منها الموظف اخصائي، وعندنا طبعا برامج داخل الدوله وخارج الدوله، فطول الوقت عندنا ادارات مختصه تتابع ادائهم تتابع تدريبهم. احنا من قبل ما يتعين يعني من بدايه الهاي سكول نروج للبرنامج التدريب الصيفي لهم نكون يعني على دراية حديثة باللي يصير معهم، نوجههم توجيه اللازم، نعطيهم الدعم المطلوب. ف
أتوقع بشكل كامل الحمد لله يعني قد ما نقدر نحاول نستوعب الطلبة والموظفين على أساس أن يستكملون التخصصات المطلوبة للهيئة. ممتاز. في سؤال أنا هذا بوجه حق أختي نورة، فيقولون هل الوظائف المعروضة في الموقع بس هي الشاغرة، بالتالي التخصصات الثانية ما تقدم؟ لا، الجميع يقدر يقدم عن طريق نفس ما قلنا، عندنا موقع دبي كاريرز اللي هو وظائف دبي، بيشوفون في عدد من الوظائف المطروحة، ومن خلال زيارة منصة الهيئة اللي موجودة في معرض الإمارات للوظائف يقدرون يتقدمون على بقية الوظائف الأخرى اللي موجودة. أنتوا عارضين 400 وظيفة؟ نعم، 400 شاغرة عفواً. هني المتابع يقول الموقع ما بعارض كل الوظائف، مجرد 7 وظائف يمكن. لا، بيكون هو عن طريق زيارة الموقعين قلنا، عندنا عن طريق دبي كاريرز اللي هم موجودين وعارضين هاي الوظائف في منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبالإضافة إلى زيارة منصتنا الخاصة في المعرض للتعرف على بقية الوظائف الأخرى. زين، اختيامنا يقولون الطلبة الخريجين حديثا من الجامعات المعترفة من دون خبرة أو تدريب، هل نستطيع تقديم طلب التدريب المهني من خلال هيئة الصحة؟ طلبة الطب تتكلم؟ خريجين من الجامعات المعترفة يعني بدون خبرة أو تدريب، هل تستقبلونهم؟ بين وبين الجامعات أخوي محمود حق التدريب المهني اللي هو الانتير حق طلبة الجامعات، فدائما أحيانا في وقت الصيف أو من بعد التخرج ناخذهم، بس يكون بخطاب رسمي، يعني في إجراءات معينة بينه وبين الجامعات. طيب، هني في حديث يقول وظيفة لهندسة الكمبيوتر ونظم المعلومات الإدارية في هيئة الصحة، هل ممكن؟ من الممكن التقديم عن طريق المنصة. طيب، شو الإضافة من زيارة المنصة إذا الموقع يغني عن الحضور؟ ها، شو الإضافة اللي ممكن الواحد يحصل إذا حضر؟ ممكن يقابلونه نفس الوقت أخي محمود، ويتوظف على طول صح؟ على المزايا ويتعرف. يعني احنا نقول المقابلة المبدئية على المنصة، في مقابلة ثانية لأن لازم الإدارة المعنية تقابله، ومن بعدها طبعا نختار الشخص المناسب. أنا اللي أتذكره أختي آمنة وأختي نورة بعد كذلك أتذكر أن حتى في المدراء اللي كانوا في هيئة الصحة كانوا في بعض الأحيان أو رؤساء الأقسام يكونوا موجودين معاكم على الموقع أثناء المقابلة. صحيح، فممكن اتخاذ القرار يتم في 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 ذيك الفترة. ولكن أنا هني أسأل، كنت أتحدث عن موضوع المهارات اللي الواحد يجب أن يكتسبها في عقضية أنه هو ساير يبغي يسوي مقابلة وظيفية، زين، حق أي مقابلة. الآن الناس اللي تقابلونه من خلال المعرض، هل هم بالفعل يعني لما تعينونهم تحسون أن ما كان تعيين غلط، كان تعيين صح؟ يعني إن هل يمتلك كل المهارات اللي أنتوا شفتوها ولا لا؟ المقابلة هذه هل تعطيني يعني مؤشر أن هذا الشخص بالفعل هو اختيار مناسب؟ ما أدري شو رأيك عامنة؟ احنا بخصوص يا ستريا قلت يمكن نورة بتجاوب، وانا تريا قلت انت يمكن تجاوبين. اخوي يمكن محمود انت ما شاء الله عليك ابدعت البارحة في حسابك في الاسنان بخصوص كيفية الاستعداد للمقابلات، ما شاء الله عليك توقعتك اتشار يعني. لا، انا كنت اتكلم عن مهارات الاتصال. اكيد، اي مهارات الاتشار عندكم انتم ما شاء الله. شوف انت صراحة المهارات يمكن اللي اوجزتها في بعض الحوار البارحة، احنا نراعيها في المقابلات، الشواغر اللي معروضة واللي أكثر شيء يشوفونها طبعا ترعى فيها الكفاءات السلوكية المطلوبة لشاغر الوظيفة. فإذا كان الشخص من الموارد البشرية ومن الإدارة المعنية متوافقين على مستوى المهارات اللي متوفرة عند المرشح يؤخذ، والحمد لله تكون يعني تجربتنا الحمد لله زينة. ولا شو رأيك نورا اللي عيناهم السنة اللي فاتت؟ لا صحيح، 100%، ويمكن هذا الشيء قلت حق محمود إنهم ما زالوا اليوم، لأن اليوم مستمرين ويانا في وظائفهم من السنتين اللي طافن. أنزين نورا، في حد يقول بصراحة قدمنا في كم معرض، وآخر مرة قدم في معرض عمان طبعا ثانوية عامة بس طاف. ها، لا إن شاء الله تجاري الحين فرز السير الذاتية كلها الحين من خلال بعد ما ننتهي من معرض الإمارات للوظائف، و يعني من المؤكد أنه بيتم التواصل وياهم إن شاء الله. إنزين، في هذه الحالة الهيئة إذا أنتوا تستقبلون كل هذه السير الذاتية، العام تتذكرين كم سيرة ذاتية استقبلتوا؟
بالضبط كانت فوق الألف. فوق الألف سيرة ذاتية. إنزين والشواغر هي 400 ما بين 300 في هذه الحالة. صحيح. الـ400 اللي أخذتوهم 600 تموا ما أخذتوهم، شو تسوون معاهم؟ يتم التواصل مع المرشحين اللي تقدموا. بالنسبة للمرشحين اللي طبعا يعني مهاراتهم وكواليفيكيشنز أو خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية يعني خلينا تقول تتوائم مع الوظائف المعروضة أو ممكن تكون متوائم مع الوظائف اللي ممكن تنعرض مستقبلا، يتم التواصل وياهم بحكم أنه يتم حفظ سيرتهم الذاتية للتواصل وياهم مستقبلا. وطبعا للي مؤهلاتهم العلمية لا تتناسب معهم يتم أيضا التواصل معهم للاعتذار عن ذلك. ما شاء الله مستنسين على اللقاء، يقولون أحلى لقاء تابعنا، لكن في وايد كلام. أحسن بيئة عائلية هي هيئة الصحة رغم الرواتب، وما يطلعون بسهولة الموظفين، ما يطلعون. لكن أحسن بيئة عائلية في الهيئة. ها آمنة يقولون رواتب. أنا بقول شغلة على هذا الموضوع، موضوع الراتب. يمكن حسب الدراسات العالمية تعزيز الولاء الوظيفي، إنزين دائما الخبراء ينصحون أنه ما يكون عن طريق زيادة الراتب، أن المعزز يكون عن طريق زيادة الراتب. وأكثر المواضيع اللي تدعو إلى الاستقالة، في دراسة أنا قريتها ما أتذكر تفاصيلها بالتحديد، ولكن كان كانت المادة تأتي في المقام الثالث أو الرابع من بعد بيئة العمل ومن بعد المدير المسؤول المباشر. أي المسؤول المباشر، بعدين يأتي الراتب. صحيح. فضلي. أمي خدمية الكلام اللي تقوله، بس أخوي نحمد بغيت أوضح شغلة من ناحية الراتب. إحنا ما شاء الله في الصحة في دبي السنتين اللي فاتن نلقين حوالي 23% من الموظفين، عدا عن السنوات السابقة. فتعرف أنت في إحنا محدودية عندنا بعد للميزانيات الخاصة بالترقيات، كذلك عندنا بعد ملتزمين بنظام إدارة الأداء للموظفين. بس ما شاء الله يعني الإدارة عندنا دعم بشكل كبير لتعديلات أوضاع الموظفين، خصوصا بنظر في الموظفين اللي صار لهم سنين على نفس الدرجة الوظيفية. وإحنا شغالين بعد في لجان مركزية في الهيئة، والحين بعد بنعدل فيها، بيكون بعد في لجان فرعية في المستشفيات والقطاعات المختلفة في الهيئة، لنظر في شريحة الموظفين عندهم بشكل كبير. ثانيا بعد الموضوع المشروع المهم اللي احنا شغالين عليه هاي السنة، لائحة الموارد البشرية للكادر الطبي. هاي بتنظر لائحة في المسارات المهنية الحالية لهم، سلم درجات والرواتب، الكفاءات المطلوبة للوظائف ودرجاتها. فبيكون يعني نقلة نوعية من حيث الواقع الحالي اللي عندنا في الهيئة، بيكون فيها النظر في الرواتب، في مساراتهم، في ترقياتهم، في كل شيء. فإن شاء الله قبل آخر السنة يكون تطبيق اللائحة، بيحل لنا وايد من الإشكاليات الحالية اللي نواجهها في الهيئة مع الكادر الطبي. جميل. طيب نحن نتمناكم التوفيق إن شاء الله من خلال يعني كافة البرامج اللي انتم تقدمونها. اختيامنا نحن شاكرين لك، وخليك ترجعين للاجتماع عاد، نحن طولنا عليه، سامحينا. مشكورة يا اختي، كانت معنا عبر نورة. عندكم مبيعات مو مقصرة نورة، ما شاء الله مناخذها. ليش لا؟ قلت لها قبل ما طاعت، قالت ما استغنى عن الاتشار. أكيد أكيد في القلب. أمن السويدي، أستاذ أمن السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في الصحة بدبي، نحن شاكرين لك وكل الشكر. طيب نورة، في حد يقول أنا عسكري متقاعد وعمري 53 سنة، هل أجد فرصة للوظيفة في معرض الوظائف الحالي؟ هذا أبو يوسف. نعم، من الممكن أيضا زيارة منصتنا نفس ما قلنا، لأن دائما في طبعا الفرص اللي نحن عارضينها اليوم هي فرص يعني خلنا نقول للخريجين الجدد، لأصحاب الخبرات، وطبعا للمتقاعدين يكون لهم نصيب على حسب الوظائف المتوفرة واللي عارضينها هناك. زين بالله ما عليك أمر، أفيدني بموضوع كيفية التقديم على إكسبو دبي، مع العلم أني عملت في إكسبو شنغهاي في الجناح السعودي ومعي شهادة. والله يعني ما أدري، عندك فكرة نورة بالنسبة لإكسبو 2020؟ أي
ممكن نشوف له ونرجع له يعني إذا بس بيترك لنا رقم تواصل أو شيء ممكن نرجع له. سؤال، ماذا عن زوجات المواطنين؟ ممكن يقدمون في المعرض؟ من الممكن التقدم عن طريق الموقع إن شاء الله. أيوة دبي كاريرز و dha.gov.ae يدخل على الكاريرز. ممتاز. طبعا نحن ما أدري شو اللي صار ويانا، لكن ما شاء الله أخ محمود الولاء موجود كما ذكرت بسبب البيئة العائلية السليمة، رغم ضغوطات العمل والرواتب صعبة ترتفع، وإحنا نعرفهم قدرين الأسباب المالية، لكن الموظفين ما يتركون الهيئة رغم خبرات الموظفين المطلوبة. يعني ما فهمت السؤال؟ أنا ما أدري، هل أنت تتحدثين عن ضعف الرواتب، ولا تتحدثين أنه ما في دوران وظيفي، ولا شو هو بالضبط؟ فشو رأيك أنت نورة؟ أنا اللي فهمته من السؤال أنه بالرغم من ضعف الرواتب هنا أحيانا، يمكن والأخت أمنة أو الأستاذة أمنة يمكن تكلمت عن 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 هذا الموضوع، إلا أننا نحن نتم متمثلين في بيئة عالية صعب أنك أنت تتركها محمود. صحيح، يعني الواحد يفكر كيف أتواصل معاك وأنا أخوك، عن طريق حسابنا في هيئة الصحة، بس ابعث لنا إياه على 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 الخاص، مو على العام، على الخاص، ابعث لنا رسالة خبرنا بالهذا، بليز شوف لي كيف أصبح مغنية لأن عندي صوت كثير حلو، أنا رانيا وعمري 13 سنة، ادرسي يا رانيا دراسة زينة، ادرسي وخلصي المدرسة واجتهدي ودشي الجامعة ونمي موهبتك، يمكن تطلعين دكتورة، دكتورة وصوتك حلو إن شاء الله، ليش لا. زين نورة، قبل لا نختم بس إذا كلمة تبغين تقولينها قبل لا نختم، كمحور من المحاور أنا ما تطرقت له ولا نقطة معينة تبغين بس أنا صراحة أتمنى أن الكل يزورنا اليوم في منصاتنا، مش بس للتعرف على الوظائف اللي نحن طارحينها، بينما للتعرف أكثر على برنامج طب وعلوم، لأن نحن يهمنا جدا جدا تشجيع الكوادر الوطنية أو الخريجين الجدد أنهم يدخلون هذا المجال الصحي أو الطبي، على أساس يعني نخرج باكر كوادر وطنية من ناحية يعني كأطباء، ويكونون منخرطين في وظائف التمريض والوظائف الطبية المساندة، لأن طبعا نفس ما قلت أنت بكم نحقق مجتمع أكثر صحة وسعادة، ونحن نتمنى أنهم يكونون ويانا دائما إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا لك نورة المدفع، رئيس شعبة التوظيف في هيئة الصحة بدبي، ونحن شاكرين لكم مستمعينا اللي كانوا موجودين معنا عبر الإذاعة، واللي موجودين كذلك معنا عبر حساباتنا في السوشيال ميديا. نتمنى لكم إن شاء الله أنكم تزورون يعني منصتنا في هيئة الصحة، ونتمنى اللي عنده كل هذا شو يعني خلصنا ولا يعني أوكي حاضر زين، ونتمنى اللي عنده أي خبرة وظيفية ممكن إنه يساهم في خدمة هذا البلد المعطاء، إنه ما يتردد سواء في هيئة الصحة وحتى في غيرها من الدوائر الحكومية، إن شاء الله يعني تلاقي الفرصة الجيدة لك. فكل الشكر لكم مستمعينا متابعينا، نشوفكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى، وحتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.